السلام عليكم ورحمة الله. الآن ندخل التطبيق الرابع، نحل بالأزرق هاي المرة. 4 إنه any group of order 12 is not simple. ننطلق هسه بقوة، نزلنا تحت. أيوة هيك. نحل الاوردر تبع الجروب. اوردر جي يساوي 12 يساوي 2 تربيع ضرب 3. هسه عندنا جي هاز كيلو 3 سب جروبس. ليه راح تكون يعني اوف اوردر 3؟ لانه 3 قوة 1 هي اعلى اشي موجود، يعني بقوة 3 قوة 1 على شيء بأوردر 3. هسا عنا انت 3 اللي هي بتعدل ستيلو اللي في ستيلو 3 سب جروبس تساوي 3 كي زائد 1 تقسم ال 12 اللي هي اوردر الجروب. 12 تساوي 3 ضرب 4 جي سي دي 3 مع 3 كي زائد 1 يساوي 1، معناته 3 كي زائد 1 يقسم ال 4. هسه هون عنا بيضبط كي تساوي صفر أو واحد، كي تساوي صفر أور كي تساوي واحد. هسه إذا نوت سيمبل معناته ألاقي نورمال سب جروب. هسه شوفوا كي تساوي صفر إيش بتعمل لنا. إف كي يساوي صفر إن تلاتة يساوي واحد معناته، تمام، معناته عنا سيلو سب جروب واحدة إلها أوردر، يعني 3 سيلو 3 سب جروب واحدة عندنا معناتها نورمال. and so G has normal sub group. إذا بدكم سموها normal سيلو sub group، normal سيلو 3 sub group، لأنها يعني بأي حيث بنحكي مواصفات كمان، مع إنه هو بكفي إنها normal، يعني مش شرط إني أقعد أحكي بصفاتها. طيب كي يساوي صفر خلصناها، يعني بيتحقق لنا المطلوب. طيب إذا كي يساوي واحد، إذا كي يساوي واحد then إني 3 يساوي 3 ضرب 1 زائد 1 هي 4 يعني، تمام. معناته عندنا كالآتي، عندنا 4 سي إلو 3 سب جروبس. أسيوم H1 H2 H3 H4 are the different silo 3 subgroups. هسه في ملحوظة مهمة بدنا نحكيها، انه كل واحدة من هذول قديش حكينا لها الاوردر، يعني اوردر اتش اي تساوي 3، الاي تنتمي 1 2 3 4، معناته اتش اي تقاطع اتش جي يساوي الايدنتيتي. ليش؟ شوفوا ليش. اف HI HJ لا يساوي E then there exists A belongs to HI تقاطع HJ and A لا تساوي identity، معناته order A يساوي 3، معناته HI يساوي HJ، تمام. وهذا contradiction لانه احنا حكينا انهم مختلفات هذولا، زي ما انا كاتب فوق the different سيلو 3 سب جروبس، معناته ايش الاوردر او يعني التقاطع اتش اي تقاطع جي يساوي يعني الايدنتيتي اي لا تساوي جي. طبعا نروح هسه طيب على البرايم الثاني عندنا، اياه
حكينا جروب لها اوردر 12، الثلاثه تعاملنا معها لحد هسه. شوفوا التنين، بس قبل التنين في ملحوظه صغيره لازم احكيها، انه جي هاز 4 تايمز 2 4 ضرب 2 يساوي 8 اليمنت اوردر 3. السبب انه كل واحدة من هذول ال H1 H2 H3 H4 فيها عنصرين لا يساوي الايدنتيتي، يعني HI عدا الايدنتيتي، تمام، لها الاوردر 2، عنصرين لهم اوردر 3، يعني عندنا 4 منها، في 4 ضرب 2 8. هس نروح على البرايم الثاني هو 2، عندنا جي هاز كيلو 2 سب جروب اوف اوردر 4 اللي هي 2 تربيع، يعني هسا هون عندنا ان 4 تساوي 2 كي زائد 1 اللي هو كي بي زائد 1، بس البي تساوي 2 فتصير 2 كي زائد 1 تقسم ال 12 4 ضرب 3، بس ال 2 كي زائد 1 عدد فردي ما تقدر تقسم ال 4، معناتها راح تقسم ال 3 كي تساوي 0 اور كي تساوي 1. إذا كي تساوي صفر و... لا في نقطة أحكيها، إذا الكي تساوي واحد معناته إن فور يساوي ثلاثة، بصير عندي هيك قديش صب جروب إلها أوردر أربعة، ثلاث وحدات سميهم كي ون كي تو كي ثري، تمام. هسا هدول اللي إلهم أوردر أربعة، تمام، ايش بدي احكي عنهم؟ هسا هاي الشغله ما راح تزبط، ليش؟ لانه هون بتكون عندك كي 2 كي 3 كي 4 او كي 1 كي 2 كي 3، راح يصير عندنا اليمنتس لهم اوردر 2 و4، تمام، يعني كل واحدة فيها 3 identity elements، يعني K1 أو KI خلينا نحكي بشكل عام has 3 non-identity elements each KI، يعني أي واحدة منهم has 3 non-identity elements. تمام، ف معناته قديش عددهم بالمجموع؟ 9، 9 عناصر. ليش؟ لأنه عندنا 3 I وعندنا كل واحدة فيها 3، بصير 9 عدد المجموع. بس هدول التسعة إلهم أوردر لا أما 2 لا أما 4، تمام؟ معناته مستحيل يكونوا داخل الإلمس إلهم أوردر 3 اللي كنا نحكي عنهم فوق، عددهم 8. وين هم؟ هاي هم 8. احنا عندنا بيزبطش هدول يكونوا جوا الاوردر 3 او 3 جواتهم، معناته هدول ديسجوينت عن تبعين ال 3، معناته عندنا تقريبا هي الجروب فيها 12 اليمنت، بس على التعداد هذا لو انه صح يكون صار فيها 17 عنصر، مستحيل هذا الحكي، معناته الكي تساوي 1 نطلعها من حساباتنا، كي تساوي 0 الحاله، تمام. اذا كي تساوي 0 بيصير الان ايش يسموها، بصير الان 4 تساوي 1، تساوي 1 ماشي. عندنا سيرو سب جروب وحيده لها 4 معناتها نورمال، سموها كذا كي از نورمال ان جي، هسا ايش عندنا كمان؟ ها
هسه الدكتور كيف حاكي الشغل اللي فوق اللي انا وضحتها؟ حكيها كالاتي، هو حاكي طبعا ملحوظة صغيرة، هي مش ان 4 ان 2 لان هي ان بي يعني البرايم، مش عددهم، هي البرايم اللي بيكونها اللي هو ان 2. هسه الدكتور حاكي لنا ان 2 تساوي 1، ليش؟ لان اوردر جي يساوي 12 and جي contains 8 elements of order C that cannot be in cannot be in group of order 4 since 3 لا يقسم 4، معناته ما بيقدرش يكون عندنا اكثر من وحده، عشان هيك وحده. يعني لاحظوا كيف التقسيم بتصير، عندنا الايدنتيتي وعندنا 8 لهم اوردر 3، هيك قديش صرت عدد انا عناصر؟ صرت عدد 9. قديش بيضل في الجروب؟ 3 اللي هم جوا جروب لها اوردر 4، انه هي فيها ايدنتيتي كمان. فزي هيك الوضع. هسه ايش عندنا كمان؟ نستكمل فيديو قادم ان شاء الله.